نسأل أستاذ عمار عن رأيك بالسينما العراقية الحالية في ظل التطور الحاصل مؤخر. يعني للأسف السينما العراقية يعني طيلة فترة يعني تكوينها هي كانت تمر بمخاضات عسيرة، يعني لحد الآن هي 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 ما خرجت من عنق الزجاجة. الناس ما تجي تشوف الفيلم والله اكو إعلان على الفيسبوك، لازم اكو تريلر، هذا التريلر لازم ينزل بقنوات فضائية، لازم أنا أختار وقت الفيلم، هذا مثلا على العيد أختار، مثلا عطلة صيفية أختار، يعني في رأس السنة. بالإضافة الممثل العراقي ما له مقبولية، ما له مقبولية، لأن ممثل مستهلك على كل الأصعدة يعني، وهذا يعني طيب مصير السينما العراقية إيش نقدر نقول عليها هسه؟ مصير مجهول. ماما ممثلين حاضرين تشتغلون تمصور وياي مدير تصوير وهو مساعد ماله زين، راح وراء فترة مات المدير، مدير التصوير حار كم هو مكانه ماكو غيره زين، إلى أن لقوا الكاميرا، جت الكاميرا وراح وصلحها وأشرف عليها، لأنه كانوا باقين العدسات. يعني أستاذ محمد هذا أنت تحكي كل اللي مرت في سينما، وسؤالنا نرجع نقول يعني مصير ومستقبل السينما العراقية الآن. ماما هذا اللي أحكي هذا استمر إلى حد الآن، حتى شنو تحولت السينما إلى معمل مال إعلانات.